كانت فكرة جنون. قدرت أقنع ثلاثة تغير لكهم وحجابهم. تبون تعرفون كيف؟ تلج الدنيا بتشمس الدنيا، ويا لبنان بحبك تا تخلص الدنيا. خبيك بعيني وبقلك غني، تلجك المحبة وشمسك الحرية. وطني يا حكاية بالعز مضواي، لش هالقد بحبك يا غاية الغاية. وطني يا حكاية بالعز مضواي، لش هالقد بحبك يا غاية الغاية. بحبك يا عيني لأنك غني، تلجك المحبة وشمسك الحرية. صراحة فكرة جنونية بس عجبتني. حاليا أنا في لبنان مع فريق العمل، نجهز للحلقة الثانية. رايحين طبعا نعمل شيء جديد ولا يخطر في بالكم. تخيلوا ما في مشاركة معايا اليوم. هاي الفكرة بالنسبة لهاي حلقة جنونية. أنا تربيت في قرية صغيرة في الجنوب، وطبعاً وعينا وأكيد عدنا تقاليدنا وعدنا ضرورة الحجاب، وحابة بطريقة حجاب الجديدة إني أراويهم إياها، وياريت أقدر أساعد ويساعدوني يتقبلوا حجابي. صراحة من يوم ما قررت أسوي برنامجي كان عندي تساؤل كبير بالنسبة للمرأة كبيرة في السن. يا ترى تقدر رباب تغير طريقة حجابها؟ بتشوفون معي الحين. احنا بنروح بنسوي شوبينج، وشوفونا وشوف فكرتنا الجنونية. نقيلي احلى زهرة يا فراشي، نقيلي زهرة البقل الشعرة على شعرة تشكيلي. زهرة البقل الشعرة على شعرة تشكيلي. وعلى أسواق بيروت يقولون عنها روعة. أنا الصراحة أول مرة بروح لها بعد. يقولون فيها أشياء روعة وجديدة، خلنا نشوفها مع بعض. بنسوي فيها شوبينج. حقوم له بسوي شوبينج مع بعض، بنشوف هي وحظها. توقعت الصراحة هالجمال هذا، محلات وايد، أبالي يومين لأن الصراحة روعة. كل شيء فيه، براندات عالمية، براندات عادية. المشكلة شو بيشل هالفعل ليشل؟ أنا عندي وايد حريم، بنات وسيدات وكبار السن، وكلهم أبى أخذ لهم. وأنا محتارة، بيروت معروفة في الموضة في الكولكشن، وبضاعتهم تجنن. اللي فرحت فيه إنه وايد صناعة لبنان موجودة هني، وأحلى من أي مكان شفته. وبما أن الجو يجنن وأنا لابسة جاكيت وتحس برد، عندنا فرصة إن نلف وناخد جولة كبيرة ونستمتع في الشوبينج.
دخلت محلات مو بس لبس، دخلت محلات عطور وخدت عطور جديدة وشفت أشياء حق الأطفال. ما توقعت إني حصل لبس. قولكم بحجة صغيرة. الحين أنا قاعدة أسوي شوبينج ومو بعرفة حق منو، وبعد فريق العمل قاعد يرتب الأغراض بالفان، وين بيروح هذا الفان؟ بعد ما أدري. خليكم معانا، الصراحة هاي فكرة جنونية.